ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. سورة الداريات ومكية سورة داريات راح ترسي ترتيب القرآن كونتر يكون سورة دي هيدوي آيات كيدو لحدا آيات دوي عشر كانوا صدم بكوي جهان لي مركز سورة دال أيضا وحواي سورة دي مكية جها قاب كي يوحد اللي جري سورة دي مكية جها بأيضا أوحد ليسا مركز كوبات بقيامة إيا إلا إسأبال مرين دورو يلي والبوحي وشقية يبرتو أدوية كفا شيء هذي مارتي بير مدين قاع هيد إيه هذي هيد بير عروة اللي والبو وقران دورة تاسيك ورمي دون تا إلهي رنار بوركي سكو أكيد سبحانه وتعالى قيامة دي بهدر التابتي قيامة دي يهدر التابر إيسا قصص بدن وأنبياء دوليهين بيك ورمي دون تا انتا دير لقوده هذا برغوتك دولا بسم الله مقع عيبان أبدأ كب الله الله الرحمن نحريس قود هاند نحريسني الرحيم نحريسني مدقار هاند والذاريات وحكو دار تويري ألا ضبايله كعيي اتنبان يدروان السيقاد يومارتك عين يبورك يهباسك فالحاملات وحن كنارتي ضروريه حمبار سنا وقرا عليس والروبك يمدر كويان فالجاريات وحن كنارتي سفنتي أما مراكبتي سعناي يسرا سهلنا سعناي فالمقسمات ملائكتي قيب ليس ما كنارتي أمرا والروبك يرزقك يوحي يمارتي وحيك وحن رضاني قيب ليس أمرا قيب ليس كنارتي إنما كي تعدون الذين يبوهي لصادقوا إنما الذي كي تعدون الذين يبوهي لصادق ومدبه بي كما دبعار إلا إسا صواب بحراي أولا إسا حسابي راي أولا إسا أمال مرينة ودب أما إنما تعدون لصادق نوال بوحي خير إيا شره سمي إنك أنت الله ساري دور وإن الدين جزه يس أبا المرنتين لواقع ومدر عيوي له لا محالة شكل أو دعي ورك إلهي سبحانه وتعالى وحا أبنان وحو ربين كدارت الله وحو ربا أفرت شيء إلهي كدارتي أفرت هو مخلوقات كي كمديه والداريات والضبيلو حاملات وحوي وامارت ضروره وي جاريات ومراكيب تبدك سعوتا مقسمات وملائك أفرت بيك لدويهن ورك إلهي وحوليها حرية بوليه وحو ربو كدار هدو ربو نفتيس كدار نفتيسة يو إلهي كدار هدو ربو وحو كدار يا مخلوقات كيسا وحو ربو ملائك بو كدار أما وحو كدار يا بشرك أما عرب كدار أما دول بو كدار ومطلق أما أنك وحن إلهي أهينكم نارا كرنو نبي عليه الصلاة والسلام وحير من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفك دارنا يا أما إله كلي هكو دارتو أما هيسك آمسو وحتعدين مضان أو إلا وإلي مضان أو إلهي كاهر مجر إله سبحانه وتعالى طيب وركا وحو إلهي كدارتي أفرطا شيء ودارتي وح أمك الوية بوحيو إرو يه وح نبع فقضى إس أبا المرين تأي حساب تؤري تهي وح نبعه بيه كما نبعار نكي كو تلقلا إيا نكا كو تلقلين با نكي رمية إيا نكي بيرية با ساسولي الله سبحانه وتعالى ساسولي هاي والداريات ما كنار تويري الله ضميليه كعيلة يبوركي يهباس كدروان كعيلة فالحاملات ما كنارتي ضروره حبار سرا وقرا عليس وروبك فالجاريات كوي سعريا كنارتي يسرا سهلنا سعريا بدك بذهبه فالمقسمات كوي قيمريا كنارتي أمرا رزقك إيا نورك إيا وحيك وحرونا بقيمريا إنما الذي كي توعدون الذين يبوهياي هو من الجزاء والعقاب لصادق وارن ورب وإن الدين حسابتي أول مرتين لواقع من العيوه والسماء سمدي ما كنا أرتوي ريب سمدي ذات الحبك وصاحبك هيد قروح ذا
أمسي ودويك أصاحبك هيدا إنكم إذنك هداد تهين لمكين قريشات لفي قول بات كسوغتير مختلف أو إسخلاف سرو إستيدن يؤفك ولا الليحيي عنه عن القرآن عن الإيمان عن الحق ما لقى الليحيي من أفك كي للليحيا لقى الليحيو إله بإيمان وتلقلين قتل والا لعنضي حريست إلهي ما لقى فقو يعني الخراسورة ويبير على يالك بيت حرنايي الذين كواسهم يقف في غمرة مخور نحن هذا ساهورة ولمن حضره كهل ماسر وهل ما كجره إلهي وحكوناته السمضة ذات الحبك حبك قاسي لما مرت التفسير باكرة تفسير وحوى ابن عباس وحولي حبك وحى لولجي ذا الحسن والجمال والبهاء قروح هي إفت يا لولجي ذا تفسير كلا شراء حبك قاسي ودوي كمرا الصمدة كواسا لولجي ذا لما تفسير الاسم دي ذا يعني تاسو إلهي كون نارتي سبحانه وتعالى محو إلهي هدنا أقول نارتي أرنتال وحو إلهي أقول نارتي لمن كي قريشات إن قول كود إسخلاف سيحي أو يعني ما ركت النبي عليه الصلاة والسلام إيا الرسالة دا إيا ربي سود جيل إسكو خلاف سيح قار وحي إليه نبي هو بيرالي قار وحي إليه هو والي قار وحي إليه هو فلفلو قار وحي إليه وكذاب رسالة دي سيدة أكره وحي إليه الوحري وضدك هو ربي روه دي الله سواقري ما هو الشعر با ما هو كهانا وحنا للضلية وحجر له حق وحل قال لي حيي قفكي له وقلت لك قال له حق الرميه كسال قال لي حيي او حقي يا ايمانك يا اسلام لبدي بل قال لي حيي وحل على الدش اي كغدا عضي كوي بين على يالكا كوا سوري برا بنتاس اسكب خورنا اسكب دبالنا يا اسكور هالماس بنتاس اي ما عنك لبدا يا حضيك اسكو هالماس والسماء السمدي ما كنا ارتويري بذات الحبك والدويك أصاحبك هيدا إلا كميدك أهل مكا لفي قول وحد كسو انتهيل ورئي أري نحديس مختلف أو إسديدا كسد كسو انتهيل يؤفك والا اللي حليا عنه عن الحق ما لقى اللي حليا أما عنه عن الإيمان عن القرآن عن الرسول عن الرب انت ويكون عكرتا من وفيك قفكي للي حيي قتل والا لعنضي الخراسون بين عليالك الذين بين عليالك صهم يقف في غمرة مخور اسكججرة ساهون كهل ما سرها در غافلون ولبن موقل ايقو بعد الكاية بين هواسك كجرة ينكر كاس يهدر ولبا اسكسي هل ما سيهين يسألون وحي ويدين اياه أيار قرمو هذا يوم الدين إسأل مريت قرمو هذا إلي وحل اليوم مالي ويه هم إيجا على النار نار تكر كذا يفتنون اللغو إفدنين اللغو امتحان يو أو يحرقون يعرضون يعذبون اللغو عذابا يو يقال لهم حلول يذوقوا الدمية ملائكة الزبانية ذا هيد بوحيولة ذا يذوقوا الدمية فتنتكم فتنة دين الدمية سمعي ذا الدين إلي مركي الذي إله عذاب باتشرة وعصاد إلهي وقلت لك علي ذوقوا النبي فتنتكم ذوق إنك أنت العزيز الكريم هذا كري الذي كيو يكنت مضحيدين عذاب كري به الذي عذابك تستعجلون كاد الدج سجرتين أنه جرتين الدنيا مركا جوكت إله نسو الدج أنه جرتين وأبي جهل إلى اللهم إن كان هذا أما النظر بن حارث اللهم إن كان هذا هو الحق فأمدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولها ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إلى هاي نصيبك النار تعن كل إله نسو الدجي كي ويا بالغول يا هاي يسألون وحي ويدين يا أيار قرمو هذا يوم الدين إس أبا المريت وإن الدين الواقع أنت هو قرم يوم مالي ويا هم إياقا يفتنون لغو امتحان يو لغو عذاب يو على النار النار تكر كذا لغو عذاب يو الله بندق يسيد هلب كي نار تا هلب لسولة يو أكل لغو سولة يو يقال اللهم حل يذوقوا النبي فتنتكم بل في الندي لل بل النبي على ليه في النظر الحقيقة وقال لي مدي لي معقق لي مدي لي يا بنتي لي يا حق الدين هذا كري الذي كيو يكنت مضحيدين
bihi cadaabkaasi tastacjilunaka haddaad dejisataan adduunyada markaad joogteen mujrimiintii hadday ka warratay haddana mutaqiintii ina almuttaqiina kuwii alle ka cabsanayay fii jannaatin beero gudahooday ku sugan yihiin iyo wacuyuunin ilayaal iyo webiyaal iska qulqulah aakhidiina iyagoo qaadanayo maa aataahum wuxuu ula yimid hum iyaga rabbuhum rabbigoodu ula yimid oo maalaa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar dheg bini aadan maqal qalbi bini aadan ku soo dhicin il bini aadanna aysan arag kaasay qaadanayaan oo ileeyihiin innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen waxay ku muteen baa haddana alla sheegaya waxay kuwani ku muteen iyagana waxaan innahum iyagu muttaqiintu kaanuu waxay ahaadeen qabla daalika qabla dukhuuli aljanna qabla alaakhira intay adduunka joogeen baa waxay ahaayeen muxsiniina kuwo wanaag sameeyo oo mukhlisiina oo cibaadada barax tira ilaahay subxaanahu wa tacaala bay caabudayeen markaasay cibaadadana u barax tirayeen cabsanayeen adduunyada markay joogeen iyagii baa lasii sifeeyey oo kaanuu waxay ahaayeen fi dunyaa adduunyada qaliilan in yar oo min alleyli habeenka ka mida maa aad u yar bay yahjacuuna seexanaya wax yar bay habeenka ka seexanayan in yaroo habeenka ka mida wa bilasxaari bilasxaari hiraabtana hiraabaha yastakfiruuna ilah bay dembi dhaaf weydiisanaya asbaabtii ay ku muteen suuraddii hore waxaa ku soo marnay likulli awaabin xafiidin man khashiya araxmaana bilgaybi wajaa biqalbin muniib afartaasaan soo marnay meeshana arag wuxuu leeyahy ilaah subxaanahu wa tacaala waxay ku muteen waxaa ka mid a waxay ahaayeen kuwa horta wanaag sameeya waa muttaqiin oo wixii loo dirayna way maaratay sameeyeen wixii loo diidayna way iska daayeen wixii loo diray oo sunno iyo faralba inta karaankooda waa guteen wixii loo diiday oo xaaraan iyo makruuhana banaankay ka mareen kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun in yar oo habeenka ka mid ay seexanaan salafkii hore saasay ahay ilaa maaragtay muxuu ahaa xataa imaamu axmed uu ku tegey raximahullah wajacala aljannata mathwaah uu ku tegey qofkii salaatuleylka aan habeenkii usoo kicin shahaadadiisa la aqbali maayo markhaati waxa markhaati la aqbali markaa uu yaraana uga wey aad iyo aad buu yaraanay dadka wax salaatuleyl usoo kaca yaraan badana nin walbaba waxa weeye maaragtay muxuu ahaa markii adaanka dambe uu korkiisa ka yeeru qatqatab soo yidhaahdaa dabqatab yuu soo dhahay inta badan ee qofku intuu soo kaco habeenka niskiisa dambe weliba thuluska dambe intuu soo kaco waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam habeenka saddex markii loo qaybiyo laba tagto qaybta dambe ee soo hadhay ilaah baa soo degaya wuxuu usoo degayaa samaa dunya samadana soo xigtu ilaahay usoo degayaa soo degiddaasi waa soo degid ilaahay u cullanta wa markuu soo degaa wuxuu leeyahay hal min mustakfirin fa akfira lah ma jiraa qof dembi dhaaf i weydiisanaya unu dembi dhaafa nin dembi culaysiiyey oo dembi ka cabanaya oo la calaacalaya oon caawiyaa ma jiraa oo dembiga ka dhaafa hal min taa'ibin qof tawbe keenaya asrafa calaa nafsii naftiisa ku gabood falay oo tawbe keenaya oo fa atuuba calayh an ka tawbe aqbala hal min saa'ilin ma jiraa qof saa'il ah oo wax weydiisanaya diinan wa dunyan wuxuu rabo ama adduun ha ahaado ama aakhara ha ahaado ama awlaad ha ahaado nin wax weydiisanaya oo fa uctiyah an siiyaa ma jira marka waktigaa in lasoo kaca waqti aad iyo aad muhim u ah aad iyo aad u qiimo badan wa marka nimankani sidaasay ahaayeen waxaa soo marnay fii suurati sajda tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wamima razaqnaahum yunfiquun dhinacooda wuxuu ka fogaan jiray dadkii salafkii wanaagsanaa firaashyada lagu seexduu ka fogaan jiray innaga waxaba ina baabi'iyey bahal la yidhaahdo muxuu ahaaye bahal telefeshan la yidhaahdo iyo dhiish iyo waxaasaaba nafasahadiye qofku siduu saa bahalkan ugu fiirinaay bal wararkan waxoogaa maaratay saa isha u marinayaa buu ku leeyay siduu u fiirinaayo isagoo indhaha jillow noqdeen
ayuu meelku maaratay sidii rati isagoo taagan oo jilib xidhan la gowracay yuu meelku aguugaya. markaasaa waxaa laga salaada subax xataa inay ka tagto, wuxuu habeenkii soo kacaba iska daaye. saasuu yidhi allah subxaana wa tacaala, ina almuttaqiina kuwii alle ka baqayay, fii jannaatin bay ku sugan yihiin beero, iyo cuyuuni dhila qulqulaya, aakhidiina way qaadanayaano, maa aataahum wuxuu ula yimid hum iyaga rabbuhum rabbigoodu wax laga sheekayn karaba ahayn. innahum iyagu kaanuu waxay ahaad maxay ku muteen, qabla daalika intaan adduunyada laga imaanin oan aakharaba la imaanin, muxsiniina kuwa wanaag sameeyey ahaayeen, waa kuwii dadaali jiray. ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu farayna fulinaayey, wixii ilaah u diidayna iska daynayey, kaanuu waxay ahaayeen qaliilan in yar, maa aada u yaroo min alleyli habeenka ka mida, yay yahjacuuna seexanayeen, inta badanna waxay ku soo jeedayeen qiyaamulleyl, salaad la tukado iyo qur-aan la akhriyo iyo ictikaaf iyo alla xusid kanay ku soo jeedayeen. innaguna beddelkeeda waxaan ku soo jeednaa dhiish iyo telefishin baan ku soo jeednaa. wabilasxaari hiraabahana yastakfiruuna, waktiga hiraabta ee suxuurta la cuni jirayna, yastakfiruuna ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanayaano, dadku uu wada halmaansan yahay oo la hurdo oo shanqadhi jirin, yay gacmaha ilaahay u taaganaya oo ilayhiin, ilaahu noo dembi dhaaf, ilaahu gaftanadii iyo gardarradanadii ilaahu noo dhaaf. wa fii amwaalihim, weli waa la sii sifaynayaa, fii amwaalihim xoolahoodana xaqun baa ugu sugan, lisaa'ilika wax weydiisanaya iyo walmaxruumi iyo kii isagana la xirmaaniyee la hoojiyee isagu waxba weydiisanaynin. xoolihii sooma qofka wax weydiisanaay ee miskiinka ah ay dhabta ka tahay wuxuu maaratay sheegayana aan ka been sheegaynin. culammada qaarkood waxay dhaheen qofku hadduu ka been sheegaayo waxa maaragtay uu sheegayo been hadduu ku sheegaayo qofkaasi haddii maaratay shareeca islaam jirto la idbinleh waxa uu sheegayay ee uu maaratay muxuu la soo cawday hadday run tahay siinayo xuquuqda maaratay muxuu dadkaas wuxuu maaratay u heli kara siinaayo. kii maxruumka ahay isagu waxba weydiisanay waa iska calaalacadcad yahay meeshaasuu iska fadhiyaa qof ismuujinaya iyo qof baryaaya iyo qof maaratay muxuu ahaaye waxa laysii yala midnaba asagana waa siinaya xaq oo aan ahayn xaqa waajibka ee xoolahooda lagu leh. xaqa waajibka ah ee sakadii iyo waxyaabaha aan ka ahayn kaasaa maaratay xoolahooda lagu leeyahay. wa fii amwaalihim xoolahoodana xaqun baa ahaaday lisaa'ili ka wax weydiisanaya iyo walmaxruumi kana waxba weydiisanaynin isagu iska aamusan xishoonay. wa fi lardi dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday aayaatun tusaalayaal yaa ugu sugnaaday aayaadkaasoo tusinaya calaa qudrati illaah ilaahay awooddiisa keli ahaantiisa xikmadiisa iyo cilmigiisa tusinaya lilmuuqiniina kuwa wax yaqiinsanaya wax suganaya. wa fii anfusihim naftooda gudahoodana waxa ku sugan wa fii anfusihim naftooda gudahoodana waxa ugu sugan iyadana aayaad baa ku sugan afalaa tubsiruuna haddaba kuwa wax arkaya miyaydaan ahayn. wa fi samaa'i cirka gudihiisana risqukum dhuurigiinliba ahaaday haddaan imaanin roob wax la cuno oo midho ah oo dhulka soo baxa ama cad la cuno ama caano la cabo laba helaayo. wa fi samaa'i risqukum buu yidhi ilaah iyo wamaa tuucaduuna wax la idiin yaboohaayo yaa ahaaday samada samada yuu ahaaday oo maaragtay muxuu ahaaye saasuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. fa warabbi samaa'i samada rabbigeedaan ku dhaartuu yidhi alle waalardi dhulka rabbigiisaan ku dhaartay innahu kaasi la xaqun wabiga kama dhibcaan mila maa annakum tandiquuna ee mila nudqikum sida idinka aad u hadlaysaane hadalkiinnu uu xaq u yahay sidaydaan uga shakinaynin sidaasoo kalea looga shakinaynin in la isxisaabin doono oo ilaahay hortiisa la tegi doono. dhulka wuxuu yidhi ilaah aayaad baa ku sugan haddaad fiirisid dhulka waxyaaba fara badan baad ka helaysaa waxyaaba aad iyo aad u fara badan yaa laga helayaa oo aayaad aho tusin haddaad badda fiirisid haddaad buuraha fiirisid haddaad berriga fiirisid haddii aad fiirisid makhluuqaadka ku dhex nool ama bad ha ku noolaado ama buur ha ku noolaado ama berriga ha ku noolaadee haddaad fiirisid waxyaaba maaragtay cajiiba samada haddaad fiirisid
oo qoraxdii iyo xidigihii iyo dayixii iyo samada lafteedii waxyaaba cajiiba. Wuxuu yidhi ilaah subxaanah wa tacaala, xataa naftiilala naftiila miyada xataa fiirinaynin. Waa laga soo dhawaaday samay iyo dhul iyo ardaa laga soo dhawaade. Wuxuu yidhi ilaah, wa fii anfusikum afalaa tubsiruun, bal adiga naftaada fiiri, imise xumeelood baad ka laabantaa, imise meelood bay wax ka soo baxaan. Calool baa wax lagu wada ridaya, calooshii markii wax lagu rido qaybi dhiiggay raacaysa, qaybna waxay noqonaysaa saxara, qaybna waxay noqonaysaa kaadi. Qofku haddii maaragtay mathalan hadduu hooyo ay tahayna qaybna caanay noqonaysa, caano intiibaa wax isku darsamayaa jirin, dhiiggii iyo caanihii iskuma darsamayaan, saxaradii iyo kaadidii iskuma darsamayaan. haddii waxaasoo dhan ilaahay isku wada furo bal ka war, waxaasoo dhan haddii alla isku wada furo sow mashaakil maaha. wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna buu yidhi ilaah. wuxuu yidhi ilaah, cirka yaa dhuunigiinnu ka yimaadaa. albaabbaa marka koowaadna looga furo risqigu ka yimaado, roobkana waa furaha muxuu ahaayey risqiga oo dhan furihiisa weeyaan. sidaas ba waxaa la yidhaahdaa wuxuu cirku lamid yahay aabbo yuu lamid yahay, dhulkuna hooyo oo kale. wixii cir uu keeno baa dhulna soo saaraa sooma, odaygu wuxuu keeno yay hooyadu dabka saartaa sooma. dayib, wuxuu ilaahay ku dhaartay cirka iyo dhulka in maaragtay muxuu ahaaye arrintaa ay xaq tahay sida hadalkiinu xaq u yahay. wa fi lardi, dhulka dhexdiisa aayaatun, tusaalayaal baa ku sugan, lilmuuqiniina kuwa wax hubsanaya, wax yaqiinsanaya, wax suganaya. wa fii anfusikum, naftiina dhexdeedana waxaa ku sugan iyadana aayaad baa ku sugane, afalaa tubsiruuna, xataa ma arkaysiin miya. wa fi samaayi, cirka gudihiisu ahaaday risqukum, dhuurigiina iyo wamaa tuucaduuna, waxa la idiin yaboohayo kor buu ka imanaya. yudabbiru lamra min asamaai ila lardi fa warabbi samaai, cirka rabbigiisaa ku dhaartu yidhi alla waalardi, innahu kaasi la xaqun, waa biyo kama dhibcaan. mila maa annakum tandiquuna, ay mila nudqikum, maad waa masteriyo, markaasaa master bay ka dhalaalinaysaa. mila nudqikum buu markaa ku imanayaa, innahu la xaqun mila maa annakum tandiquuna mila nudqikum, sida hadalkiinu xaq u yahay. hal ataaka, ma kuu yimid ayuha rasuulu lkariim, xadiidu dayfi ibraahiima, nabiyullaahi ibraahim martidiisii warkoodii iyo sheekadoodii ma kuu timid, almukramiina martidii almukramiina la karaameeyo, min cindi illaah oo min cindi ibraahim labadooda laga karaameeyey. istifhaamkaasi tashwiiq iyo jeclaysiin weeye, yacnii qisada la jeclaysiinaayo. id goor dakhaluu ay soo galeen, calayhi ibraahim bay u soo galeen, martidiibaa nabiyullaahi ibraahim u soo gashay inay ugu bishaareeyaan wiilka isxaaq la yidhaah, inay ugu bishaareeyaan bay ugu soo galeen, qowmu luudna ay halaagaan. id goortii dakhaluu ay soo galeen calayhi ibraahiima, faqaaluu ay yidhiheen malaa'igtii, salaaman waanu ku salaanay, sallamnaaka salaaman, salaam baanu ku salaanay. qaala ibraahim baa wuxuu yidhi, salaamun calaykum, salaam baa idinkana korkiinna ahaatay, qowmun antum qowmun baa tihiin, munkaruuna oo la inkiro oonaa garanayni wey. faraaqa waa leexday ibraahim ilaa ahlihi, xaaskiisii saaro ahayd xaggeeduu u leexday. fajaa'a, wuxuu la yimid, bicijlin, bilaxmi cijlin, dibi hilibkii samiinin oo shilis buu maaratay la yimid, oo dibi maaratay muxuu cayilan ah. faqaraba, waa dhoweeyey huwa hilibkii huwa laxmigiiya, ilayhim buu u dhoweeyey martidii iyo dayfkii buu u dhoweeyey. qaala, wuxuu ku yidhi marka haddayba soo laaci waayeen oo hamuun gorayaba nimanka ku taagnayn, baa wuxuu yidhi, alaa taakuluuna, bal maad fiirisaan ood cuntaanoo, bal hadda aad dhadhamisaan. nimankii maba taabanaya. fa awjasa, wuxuu idmaaray, minhum iyaga xaggooda, naftiisana ku idmaaray, khiifatan, cabsi, cabsi buu ku idmaaray. qaaluu, waxay dhaheen, laa takhafa, cabsanin, habaqinay dhaheen,
waxaanu nahay rusul la soo diray oo qowmu luud loo soo diray inaanu halaagnaanu nahay waxba cabsanin. Wabasharuu way u bishaareeyeen hoo ibraahiima biqulaamin, wiil bay ugu bishaareeyeen caliimin oo cilmi badan oo hade waa isxaaq oo nebi ahaa. nabiyullaahi ibraahim martidii baa u timid. martidu waa marti sharaf badan, jibriil baa martida oo madax ka ah. ehlu arda maaha ehlu sama wa maba ehlu sama. marka martida ehlu sama wey cidda la soo martiyeyna ibraahiim oo ehlu larda aw oo dhulka ku nool sharaf badana, cidda la soo martiyey iyo cidda maarata wax soo martiday labaduba sharaftoodu caadi maaha. nabiyullaahi ibraahiim hadday u soo galeen baa waxay dhaheen salaaman, waanu ku salaamay. markaasaa nabiyullaahi ibraahiim toodii mid ka fiican ila salaama waa master salamnaaka salaama wa master wa asagu wuxuu yidhi salaamun calaykum buu yidhi, tiisaa ka wanaagsan oo maaratay maxaa mubtadiya khabar wa wuxuu yidhi waxaad tihiin dad aanaan garanaynin. nabiyullaahi ibraahiim intaa markii uu yidhi oo salaantii la kala qaaday, soomaalidu waxay yidhaahaan ninkii socdaana sooriya ninkii socdaana sooriya mudan kii maaragtay muxuu ahaay joogaana salaan mudan miyaa la yidhahaa. isla markiiba waa dhaqaajiyo ehelkiisiibuu u tegay dibigo inuu usii qallaabay u eg tahay dibi dhayla ah oo weliba shilis oo maaragtay muxuu ahaay aada u cayilan hilibkiisiibuu kaya. fii suurati huud aan ku soo marnay bicijlin xaniidin, marka qaabka hilibka loo sameeyana waxa ugu fiican markii la solo, markii la solo yaa ugu wanaagsanoo waa waaye dhacaankii oo dhanna wuxuu gelayaa hilibku ku baaqi noqonayaa, markaasaa intuu udgo yaa laga fuuqin. fajaa'a bicijlin samiirin, marka dibigu wuu shishlaa hilibkiisana waa maaratay waa la shiilay oo waa la solay. hadduu usoo dhaweeyey hilibkii nimankii maba dayayaan, ilaa waa malaa'ig waxna ma cunaan waxna ma cabaan, waxna ma cunaan wax ma cabaan, ma guursadaan muxuu ahaaye ee ma seexdaan. dayib way markuu arkay inayna nimankiiba damba ka lahaynba wuxuu ku yidhi alaa ta'kuluun, war maa cuntaanoo maxaad, bal maad fiirisaan. wuxuu kala xishooday inuu yidhaahdo war hilibka cuna inuu yidhaahdo hilibka cuna, waxoogaa waa arrin adag oo amar ku tusinaysa wey cuna hilibka, bal maad dhadhamisaanoo yar fiirisaano maad isku daydaanba, wasiiqa aada u fiican wa. markuu arkay inayna waxba cunaynin ubak dhaqankaasi wuu jiri jiray, hataa soomaalida wuu ka jiri jiray, carabtana wuuga caadi buu ahaa. qof hadduu ku soo martiyo oo gogol aad u fidiso oo gasiinkaagii u keento oo uu taaban waayo ninka inuu shar u jeedo oo ama uu rabo inuu ku dhaco amauu ku dilo baa maaratay muxuu ahaay yaa caadi ahaan jirtay yaa caadi ahaan jirtay soomaalidu nafteedu saasay ahayd. ninkii cuntadaada diida kuma badbaadinayo, laakiin cuntadaada hadduu cuno, soomaalida dhaqamadeedu waxaa ka mid ahaa qofku haddii intuu cuntadaada cuno haddana uu ku dhaco amauu ku xado ninkaasi cuquubaa ka muuqan jirta, cuquubo yaa ka muuqan jirta. sawaad garay. marka nabiyullaahi ibraahiim xoogaa cabsiya buu dareemay, nimankani armay xumaan u jeedaan. markay arkeen nebigii ilaahay inuu xoogaa jidhka isgeliyey oo uu baqay baa way la hadleen oo waxay dhaheen laa takhaf, ha cabsanin. markaasa is caddeeyeen oo isa sheegeen, waxay dhaheen rasul baanu nahay, wabasharuuhu biqulaamin caliim, isxaaqna way ugu bishaareeyeen oo saaro dhashay, ay saara dhashay taasay ugu bishaareeyeen. dayif hal ataaka ma kuu yimido xadiidu dayfi ibraahiima, ibraahiim martidiisa warkooda iyo sheekadooduma kuu timid, martidii almukramiina la karaamay min cindi illaah,
ومن عند إبراهيم لبدا ولا كرامي إذ قرتي دخلوا أي سوق قالين عليه إبراهيم فقالوا أيها سلاما ونكو سلام لي قال وحيد سلام عليكم بدنا كركي نهاهاتو قوم ضد باتهين منكرون الله ينكروا إذا ما قرنين أنتم قوم باتهين منكرون يعني إذا ما قرنين نوي فراق وان لحظيو إلى أهله بقول لحظي صاروا أتغي فجاء وحولي مذو بعجل دبي هلبكي سمين أو شرس ولب الله صلي فقرب ودوي هو هلبكي إليهم يقول دوي قال وحولا لا تأكلون المعن تيرا فالوحقا تعطاب تيرا اسكت ضي ذيرا فأوجس وحول إذمار منهم حق وضخيفة عبسي قالوا وحيد لهن لا تخف عبسان وبشروا وبشاريا هو إبراهيم بغلام ويلبي وبشاريا عليم أو علم بدن النبي أو إسحاق فأقبلت امرأته حاسكي سيبا سوقا بشي في سرة قيلو مركي مقشي وبشره بغلام عليم مركي مقشي يي قيل الله سوقا بشي فسكد وجهها نبض النظر هذا ليس كقرع ومن عادة النساء وحاد وفرحان أما آد وغنحي هذا يركان نبض النظر قرع فسكد وجهها وجهي ذي قرع ذي وقالت وحي تري أرى عجوز باورا هاي عجوز حبر عقيم أو وليب وليد بأن وحد دليل يا مرحي سيوح قد لي في سورة هود نواكو سومر آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله ما أركي لها الله يا أبن مركا فسكد وجهها بي قرع ذي وقالت وحي تري عجوز بأن هاي حبر عقيم أو وليب أبير أهم ليس أنا هاي سيدا سيستير مركا وحي جرتا سجاشن يا سجال سنة بيلها سجرت نبي الله إبراهيم لا بقولك حاجة كم مري بقول حاجة كجرا قالوا واحد من الملائكة كذلك السداس أنو كوش يجنا بشارة وبشروه بغلام عليم يقال يري ربك ربك سداس يري وحكى صار نقولنا مجرو إنه يبه هو يبه الحكيم الله ما ملك وناكسوا العليم أوح الباب أكسون مرك النبي الله زكريا أصغر مركو إلهي ولد كعد صدي إله وحده وأصلحنا له زوجة سلانتي سيور دليل فإله توسيو حقادي مركا تنوحا لقويرا تعجبين من أمر الله مع مرك إلهي ما ضيع بنتهي مركا عجوز إيا عجوزت هدي ليلة إنك عكتين عيب بيكتا سومالي ذا وفكي عجوز لقويرا هو وكرر قبيوريا قفت الدمر عجوز الليلة واحد حقيري أو لقيمة تري أو ميل لك قد عي بيس كرد جيسا لكن عجوزكو هي عجوزة وحي لمعنى يهين قفوة ييل قضي هدي لقو يراه دو حبك بارد دقة هدي لقو يراه حبك بارد مركة دقة هدي لقو يراه دو حبك بارد واساسو كالي عجوز هي عجوز هذا عرفت مركة تكتا أنا عجوز بكله أنا أصبحت رجل عجوز وأنا هنا أضيع عجوز أنا يعني نن دقة رهيوي مركة وحبيا العيب لقارك عجوز هدي لقو يراه دو وعدم الفهم باللغة العربية اللغة العربية نغير وإن أن آذوا فهمين ما هنا عجوزك عيب ما وقف وين ويه لهم ويار طيب فأقبلت امرأته إسلانتي سيبا سوقا بشي في سرة قيلو وسارة نبي الله إبراهيم إلى ذرت بيهيد فسكد وجهها وجهي إسكقر عضي وقال وحي تير عجوز أنا عجوز باره هبر عقيم أولي من مدليس يسيكو دلي قال وحي ده الملائكة كذلك سيدا سوكال أمبو قال يري ربك 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 هو ورك الحكومي وهو الله حكومي نوح كسو نقوم كنا ممجرب إنه يبا الحكيم الله حكمة بضن ما ملك في عوي العليم وهو الباب أكسوي الله سانا حكومي ولد كنا واضح ليس أتعجمين من أمر الله ما أمرك إله الله يا بنتهاي أمرك إله كن فيكون صوماها ودعيا إن شاء الله تعالى سيدا كؤوبا الويري قال إبراهيم بوحير فما خطبكم حالك نمحيه أيها المرسلون كو الله صادر يو حالك نمحيه حداد أني ويلي يقول بشاريسين علمي بدن
kolay intaas waxaa laga yaabaa keliya inaydaan u soo safrin oo inaa u soo socdaaline, maxaa intaa idiin daba yaalla? Qaaluu waxay dhaheen, innaa annaga ursilnaa waxaa naloo diray ilaa qawmin, dad baa naloo soo diray, mujrimiina oo fallaaga ah, kuwaasaa naloo soo diray oo qowmu luuda, waxaana naloogu soo diray linursila, inaannu dirno calayhim korkooda xijaaratan, dhoobo la dubay oo dhagax noqotay inaannu ku dirno. Xijaaradaasoo min tiinin, dhoobo la dubaya inaannu ku dirnaa naloo soo dirayoo lagu halaago. Xijaaradaasoo musawamatan, la calaameeyey, cinda rabbika, rabbiga agtiisa laga calaameeyeyoo, waxaana loo calaameeyey ciddii lagu gani lahaay ay ku dhici lahayd baa la calaameeyey, magiciisana lagu qoray. Waxaana loo calaameeyey lilmusrifiina, kuwii xadda ilaahay ka gudbay baa loo calaameeyey. Fa akhrajnaa, waan bixinuu yidhi alle man axadkii kaana ahaaday fiiha, wixii dhexdeeda ahaaday. Saasay dhaheen, fa akhrajnaa, waanu soo bixinay man duulkii kaana ahaaday fiiha, qaryadaas iyo magaaladaas, wixii ku sugnaa oo min almu'miniina, kuwa ilaahay rumeeyeya. Famaa wajadnaa, maanaan helin fiiha degmooyinkii dhexdooda, kayra beytin, guri wax ka soo haray oo min almuslimiina muslimiinta ka mida. Wataraknaa, waxaanu kaga tagnay fiiha degmooyinka dhexdooda aayatan, astaan baanu kaga tagnay, astaantaasoo maartay u tusinaysa liladiina, ku yakhaafuuna, ka cabsanayay alcadaaba, cadaabkii alaliima ee kulaylka badnaa. Nabiyullaahi Ibraahim markii loo bishaareeyey ee lagu yidhi laa takhaf wabasharuuhu bigulaamin caliim, markii loogu bishaareeyey Nabiyullaahi Ibraahim su'aal buu weydiiyey, wuxuu yidhi xaggeed u socotaan, maxaadse la socotaan? Waxay dhaheen, waxaanu naloo soo diray qoom fallaagoobay oo kibray oo ismahadiyey oo ilaah ku madax tiiriyey oo ardaala baa naloo soo diray, daashaas yaa naloo soo diray, waxaana naloogu soo diray inaannu dhagaxyo ku ganno. Marka hore dhulka lala gooyo, dhulka markii lala qaado kadib oo samada lagu dhaweeyo, meeshaa laga soo foorariyo. Walmu'tafikata ahwa, suuradda maaragtay muxuu ahaaye, waxay noogu imaan suuratu najmi bay noogu imaan doontaa, meeshaasaa laga soo foorarina. Markii lasoo foorariyana, gantaalladan ilaah ugu talagalay baa lasoo raacsiinayaa. Waxa weeye xijaaradu waa dhoobo la dubay oo la kariyey, wax ka adagi ma jiro, mutaxajiraa la yidhaahdaa, oo way dhagaxowdaa. Xataa guryaha lagu dhisaayey, guryaha kale way ka adag yihiin. Marka kuwaasaa lagu soo ganayaa, nin walbana magiciisaaba lagu qoray oo waa ku calaamaysan yahay, ilaah agtiibaana laga calaameeyey ciddii mid walbaba ku dhici lahaa ee loogu talagalay. Waa nimankaa musrifiinta ee xadda ka gudbay oo u gudbay xumaantii ilaahay xarimay subxaana wa tacaala, oo ay ka mid tahay maaragtay muxuu ahaaye dabada ragga ay ka mid tahay. Mar waxaa la yidhi dumar baa la idiin abuuray, dabada ragga iska daaya, may waxay dhaheen wax kaloonu annagan rabno, ama wax kaloo annagana deeqa, ama wax kaloon ku qanacnaa maba jiraba, rag dabadii maahane. Marka musrifiin weeye, xaddii ilaahay bay ka gudbeen subxaanahu wa tacaala. Wixii ummaddan ka horreeyeyna wax dabadaasa maaratay u mahda oo dabadaa damac ka galo, qowmu luud baa u horreeyey. Wixii maaragtay ka dambeeyeyna ummaddan muxamediyadaa baa lagu arkay cudurkaa xun. Intaa ka horreysay ama u dhexaysay laguma arag wax daba damca oo bini aadama, gaal ha ahaado, muslim ha ahaado, mujrim ha ahaado, munaafiq ha ahaado, wuxuu raba ha ahaado, lama hayo. Marka wuxuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, Nabiyullaahi Ibraahim baa su'aal weydiiyeyoo wuxuu ku yidhi degmooyinka aad rabtaan inaad halaagtaan hadday dad mu'miniina ku jiraan ka war. Fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin, wixii ku jiray waa ka saarnay dhaheen, waan ka saarnay ee mu'miniin ahaa, ma dad badan bay ahaayeen maya. Famaa wajadnaa fiiha kayra beyti min almuslimiin, Nabiyullaahi Luut iyo labadiisii gabdhood bay ahaayeen dadka gurigaa ku nool, ama islaantiisii waa tii iyadana maaragtay muxuu ahay dadkii naarta ku hadhay la halaagay bay ka mid noqotay oo gaal bay ahayd.
marka isagii labadiisii gabdhood baa meeshii laga saaray oo la badbaadiyey, ilaahay uu badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. Marka malaa'igtu waxay wateen formation cad bay wateen oo maaragtay muxuu ahaayey wixii muslim ah oo ummaddaasi ku jira, qowmu Luud iyo wixii gaalaa waxoo dhanba way kala ogaayeen. Wuxuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala, waxaanu kaga tagnay meeshaas astaan iyo calaamad cad. Dhulka markii lala gooyey lala qaaday, ilaa Jibriil baa intuu maaragtay garbaabihiisii hoosta dhulka ka geliyey, yaa wuxuu gooyey intaas oo mitir buu dhulka gooyey oo qaaday. Meeshii waxay noqotay meel bad ahaan ah, laakiin bad biyo fiican maahane, bad uraysa oo qurmuun badan bay noqotay. marka saa darteed baa ilaah wuxuu yidhi, waxaanu kaga tagnay qowmu Luud meeshii lagu halaagay. Shan degmay ahaayeen, shan magaalo. Marka shantii magaalo meeshii laga qaaday waa waxay noqotay meel badahoo maaragtay biyaheedu ay urayaan bay noqotay, wax faa'iida aysan lahayn. meelahan Urdun iyo Sacuudiga iska galaan baa lagu tilmaamaa. niman Urdun ka yimid oonu is aragnay baa weydiiyey arrintaasi, waxay dhaheen biyaha meeshaa ku jira wax faa'iido oo hadda la dheefsado ma lahan, ilaa cusbaanu ka samaysanaa bay ugu dhaheen. maaqa cusbo yaa laga hagaajiyaa oo dowladdu cusbay ka samaysaa, wax kale maaragtay muxuu ahaa faa'iido kale ma laha. marka astaanta waxaa looga tegay oo calaamaddaa loo muujiyey cidaa la ciddii meeshaa soo martaay ee calaamaddaa aragtaay inay cabsato cadaabka ilaahay, cadamadiisa ay ka baqaan baa ilaahay u yeelay subxaanahu wa tacaala. walidaalika saa darteed baa nimankii reer maka ahaabaa maaragtay muxuu ahaayey lagu handaday oo la yidhi, wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid, mujrimiinta kama fogo meeshii qowmu Luud lagu halaagay, ma durugsana, waxaad martaan habeenkii iyo subaxdiiba waad soo martaan buu yidhi ilaah subxaana. saasuu ebelayaa. qaala wuxuu yidhi Ibraahim, famaa khadbukum, xaalkiinnu muxuu yahay, ayuha almursaluuna, kuwa lasoo diray oo xaalkiinnu muxuu yahay. qaaluu waxay dhaheen, innaa naga ursilnaa, waana loo soo diray, ilaa qowmin dad, mujrimiina, oo fallaaga ahoo, dembiyo waaweyn sameeyeyoo maaragtay muxuu xaqa ka fallaagoobay. maxaad ku samaynaysay, linursila, inaan dirno, calayhim iyagada dushooda inaan dirnaana loogu soo diray, xijaaratan dhagxan, oo min tiinin dhoobo la gubay ah, dhoobo la dubay ah, taasaanu ku diraynaa, musawamatan la calaameeyey, cinda rabbika, rasuul allow adiga rabbiga agtiisaa laga calaameeyey, waxaana loo calaameeyey lilmusrifiina, lilmu'miniina maah, lilmusrifiina, kuwa xadgudubka la yimid ee xuduudiiyo sohdimihii ilaahay ka gudbay, kuwaasaa loo calaameeyey. faakhrajnaa, waan bixinuu yidhi alle, nise waa nimankii nooga xikaayoonaya, markii la weydiiyo lay mu'miniin hadday ku jiraan ka warraba. faakhrajnaa, waan soo bixinay, dhaheen man dadkii kaana ahaaday fiiha, degmooyinka dhexdooda, oo min almu'miniina mu'miniinta ka midaan soo saarnay. famaa wajadnaa, maba anaan helin, hayra baytin fiiha, degmooyinka dhexdooda, hayra baytin, guri wax ka soo haray ehelkiisa oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah. wataraknaa, waxaanu kaga tagnay fiiha, degmooyinka dhexdooda, ayatan astaan, oo liladiina, kuwii u sugan, yakhaafuuna, ka cabsanayey, alcadaaba, cadaabkii ka cabsanayey, alaliima, ee kulaylka badnaa, cadaabu dunya walaakhira, labadaba ka baqayeyo, sidaa qowmu Luud in loo galo, dadkii ka cabsanayeyna waxay u tahay astaan iyo waansan bay u tahay. wataraknaa, waxaanu kaga tagnayo fiiha aayatan fii muusa, nabiy ullaahi muuse, id goortii arsalnaa aan dirnay huwa muusa ilaa fircawna baa loo diray, bisultaanin, xujooyin caad baa la dirnay, xujooyinkaasoo mubiinin, qeexan oo wada cad. fatawallaa, waa jeedsaday, biruknii dhinaciisuu jeediyey, ama fatawallaa, waa la jeedsaday oo biruknii ciidamadiisuu la jeedsaday. wa qaala, wuxuu ku yidhi muuse, saaxirun waa falfallow, oo mase majnuunun, waa mid waalanu. qaala tacaala, ibuu wuxuu yidhi, faakhadnaa, waan qabannay, oo fircawna iyo junuudahu, ciidamadiisii baanu qabannay, fanabadnaa, waxaanu ku sayrnay, filyami, badda gudaheedaanu ku sayrnay, wa huwa isagana fircawna, muliimun, uu yahay mid la canaanto, wax lagu dagaalo oo lagu canaanto uu la yimid oo ah ilaahnimo inuu sheegtay oo rabbinimo sheegtay. oo xataa nabiyullaahi muuse uu yidhi, waaba dilayaa gebigiisaba,
waxaasuu la yimid nebiyullaahi muuse la diray, fircoon baa loo diray, xujooyin cad baa loo dhiibay. Qisadu meesha way gaaban tahay. Ambiyada qisooyinkooda kulligood way wada gaaban yihiin. Haddii maaragtay loo diray fircoon iyo ardaashiisii, xujo cadna loo dhiibay, ninkii fircoon ahaa markii xaqii loo geeyey, fatawallaa biruknihi, rugnigaa dhinaca waa la dhihi karaa. Thaaniya citfihi, dhinaciisuu leexiyey kibir iyo isla weyni. Marka waxaa kaloo noqon karaa ciidamadiisiibuu la jeedsaday. Markaasuu intaa kuma hadhine, wuxuu yidhi Muuse waaba saaxir falfallow ah oo sixirow awa, amase wuxuu yidhi waa waalan yahay, isaga naftigiisiibaaba isburinaya oo isduqaynaya, muu mid ku daysto? Waa saaxir hadduu ku daayo waxbay ahaan lahayd, waa majnuun hadduu ku daayona waxbay ahaan lahayd. Wuxuu yidhi waa saaxir falfallow ah, amase waaba waalan yahuu yidhi. Markii madashoodii la gaaray, wax loo nicmeeyaba loo kaadiyaba yaa alla qabtay subxaanahu wa tacaala, isagiyo ciidamadiisiiba akhda casiizi muqtadir, alla awood badan qabashadii yuu ilaahay qabtay subxaana. Hadduu alla qabtay, xaggee baa la geeyey? Fanabadnahu fil yami, hal maraa badda lagu sayray, sidii maaragtay quruurax la sayrayo ama maaragtay abuur saa loo sayrayo oo kale yaa badda lagu sayray. Wa huwa muliimun, isagoo isagana la yimid wax lagu canaantuu la yimid, wax lagu canaanto kaasuu la yimid. Wa fii muusaa, wataragnaa waxaanu kaga tagnay fii muusaa nebiyullaahi muuse, id goortii aayatan baan kaga tagnay, id goortii arsalnaa aan dirnay huwa muusaa ilaa fircawn aan u dirnay, bisuldaanin aan la dirnay xujacad, xujadaasoo mubiinan qeexan. Fatawallaa, waa jeedsadayo birugni ciidamadiisii ama dhinaciisuu jeediyey. Wa qaala, wuxuu yidhi saaxirun muuse waa falfallow buu yidhi fircawn, aw majnuun ama waa waalan yahay. Fa akhadnaa, waan qabannuu yidhi eebbe huwa fircawn aan qabannay iyo wajunuudahu ciidamadiisii. Fanabadnaahum, waxaanu ku saydhnay fil yami, badda gudaheedaanu ku saydhnay. Wa huwa isagana muliimun, isagoo mid canaan mudan uu yahayo in la canaanto oo la dagaalo mudan, waayo wuxuu la yimid baa keenaya in la canaanto oo la dagaalo. Wa fii caadin, wataraknaa waxaanu kaga tagnay fii caadin ree caad aayatan, astaan baanu kaga tagnay, id goortii arsalnaa aan dirnay calayhim korkooda arriixa, dabayshii lagu diray, alcaqiimi ee madhalaysta ahayd, dabayl wax khayra haba yaraatee aan maaragtay muxuu aan lahayn, taasaa lagu diray meeshaas, iyo galbeed bay ka imaanaysaa dabayshaasi. Maa tadaru, ka tegi mayso min shayin, wax ataday timid calayhi shayga dushiisa ka tegi mayso, ilaa jacaladhu, waxay ka yeelaysaayo waxay ka yeeshay karramiimi, wax la burburiyey oo kale ka dhigtay oo la baabi'iyey, way riiqaysaa wax walbaba. Riicaad iyagana oo nebiyullaahi huud loo diray, markii nebiyullaahi huud loo diray, nimankii iyaga ahaa way ku hor yimaadeen, waxay dhaheen haddaadna waaniso iyo haddaadanna waanin isku mid weeye, marna ku raaci mayno, marna waxay dhaheen wax cadiin ahoo kugu raacno noolama adan imaanin. Markaasaa ilaahay wuxuu ku ciqaabay, oo dabayshii aan fii suurati alaxqaaf kusoo maraynay baa alla ku ciqaabay subxaanahu wa tacaala, tudammiru kulla shay-in biamri rabbihaa fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum. Meeshana wuxuu ilaahay yidhi maa tadaru min shay-in atad calayhi, shaygaasi wuxuu rabo ahaa waa nakiro, oo maaragtay nafigaas hoosta maaragtay dhacay siyaaqiisa cumuum bay keenaysaa, wax kasta oy soo marto way baabi'inaysaa. Ilaa jacaladhu karramiin bay ka yeelaysaa, ilaa guryahooda oo aan ilaahay ku dirin maahane, sida ilaahay ka soo istinooday fii suurati alaxqaaf laga soo reebay, ilaa masaakinuhum ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala, saasaa iyagana loo baabi'iyey. Tayib, wa fii caadin ree caadna, taraknaa waxaanu kaga tagnay aayatan, calaamad baanu kaga tagnay, calaamad waxayna calaamadu tahay, liladiina yakhaafuuna alcadaaba alaliim, kuwa cadaabka aliimkaa ka cabsanaya, id goortii arsalnaa aan dirnay calayhim dushooda arriixa, dabayshii alcaqiima ima dhalaysta ahayd. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxaa la iigu gargaaray dabaysha la yidhaahdo asaba, meeshaa qoraxdu ka soo baxday ka timaadaa,
وأهلكت عاد الدبور ري عادنا وحلقوها لاقي دبيش الدبور لي لهم ماشا سكتي مادة قلبت بيكتي مادة مدى سالقوها لاقي ري عادنا وحفا إيدو إلى هاي هبيراتي هلاك موي مبجرتو دبيش النوع عاصو كليتا ما تذرو كتغي ميسو من شيء وحكر كيسا أتضيتمت عليه شيء كر كيسا إلا جعلته وحيكي ليسا وحيكي شيء باب إسيبا كالرميم وكالي كدكت إلا جعلته وحيكي شيء كالرميم وحل ريقي وكالي كاسي كدكت وي باب إسي. وفي ثمود ري ثمودنا آية بانو كغتغني إذ قرتي قيل اللوير لهم يغا تمتعوا راحيستا حتى حين إلى وقت اللي قار إسكر راحيستا فأتوا واقوقين عن أمر ربهم ربي قد أمر كبير كقوقين وواكفرين نبي الله صالح بيكوك عن سيرين هشين ويدلين رسالة دين ويديدين فأخذت وحاقبتي هم يقع الصائغة عذابا قبتي وهم يقعن ينظرون عذابكم ركسوا الدقيي وفيرنا يام فما استطاعوا ما ينكرن من قيام إلى استاغان ما ينكرن إلى استاغان حتى ويكرواين ويقول جلبها كفرية يعذب كي ويمدو سيدي بكبخ بختيان وما كانوا منا إلى هانينو منتصرين كو قرقار سديو عذب كي اسكدف عيانا ما يسنو قنين اماشي بيغانا كبابين وهلكنا وانو هلاقني قوم نوح نوح قول دينا وان هلاقني من قبل في عادي ريث مظهرتو بانو هلاقني إنهم يقو كوانا قوم نوح كانوا وحيا هاين قوما ضد فاسقين ضاع عذر ربك بحيوه لما كان ريث مود ليله هذا أيغانا أستان بيتهايو حتى ماشي لغو هلاقي مارة محوها حجري ليله هذا هذا لما قالوا ومن لما قالانا هو لقى عبسده إلا قف أين يماهان عدك لين يقشل لما أقول ذاتك قال ضاهيو ذاتك مجرمين تاميلها لغو هلاقنا سيدو ضب لما قالوا ولقى عرر ولقى فوق هذا هدي أي كوكو قصبتنا وحالا قالا أديقو إسكبرورا نيسو أين يسيدو حسوس إبا أي كوكو جرتان لقالا نبي قساسو وديدو وحجري هقرين كوه العذاب والعذاب يا أبو النبي إلهي بأفيدي سبحانه وتعالى أو شيغي وقبل العذاب يا أبو النبي هاو قلنا سيدي لبضي إن لبضا قبر كوكا لجرتين النبي قوير لبضا قبر لبضا قفي كجر والعذاب يا سيدا سوكالا النبي قال لهم وجيي كوا العذاب يا هاو قلنا ويري ومركي سنة كيسا قال النبي قوو الدولي تبوك قوو الدولي بالا سيم مري كوا هاو دوانين أبو النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تكونوا باكين إن أدعوين إيسان مهانة وهو يريب سبحانه وتعالى لماذا ري ثمود اللي يراهده وحال لغو يري ورسك راحيستا مدس راحيستا مددا اللي يري راحيستا وحواي سورة هود با لغو سوقي حيو إله نوغو شيغي تمتعوا في داركم ثلاثة أيام سدح بري راحيستا لي ذلك وعد غير مكذوب وبلنقاد إله أسوك بين شيغي سبحانه وتعالى صدح دي بري مالنتي كوباد وحال لي أربعة يا أهل أربعة يا أهل وجهو دي بامارة الحمى هاي وقدوتي مالنتي كوحيتي وجهو دي يا عدادي مالنتي كالوم مدوب هذه مالنتي أفرادنا والهلاق مالنتي أفرادنا والهلاقي مركز صدح ذا بري بعد دون إذن كرني من علي صدح ذا بري بل هدي صدح ذا بري اللوقب طيبة جانس في وليها يستعانى ما انتي توبك يران او سيدي مارت قوم يونس وكله الهي الله ابتان ما يتوبك يران ما ينا توبك يرين يقو ماليه كود كود ذا يعذابك ويمن عذابك يبا قبطي بالقوقي كبر بي سمايانا وكاسو مارت رسالة دين ويديدين هشي نبي الله صالحنا وكو الدلي نبي الله صالحنا فرع عرضه بكبح صديه لإلهي بإلالين يماهنه ويدري لها يعني سيغ نفتي جيسة سورة النمل بانكسوه مرني هدهي مارك تمحوها عذابك يمت عذابك هدو يمت أيغو أركيو عذابك كدعه مد مد باي أبختيان مركاسا استاغنوا كريوائين هوري يدبي الله سعودانا هبشيغين
wax gargaarsiyana ma aysan helin cid kale u gargaartana waa la waayey meeshay baa lagu gaagtiray gebigoodaba meeshiiyaa lagu baabi'iyey qowm nuux waa la halaagay oo ree samuud hortooda iyo ree cad hortooda yaa la halaagayoo ummadda la halaago ummaddii ugu horreysay bayba ahaayeenba halaagooda waxa sababayna wuxuu ahaa waxay dad faasiqiin ahoo daacadii ilaahay bay ka baxeenoo ilaahay soodimihiisii bay ka tallaabsadeen saasaa iyagana lagu halaagay wa fii thamuuda ree thamuudna taragnaa waxaanu kaga tagnay aayatan astaan baan kaga tagnay goortii qiila loo yidhi lahum iyaga baa waxaa loo yidhi tamatacuu raaxaysta xataa xiinin ilaa wakhti laga gaaro waa saddexdaa beriwe saddexdaa beri intii laga gaarayo facatow waa qooqeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisay ka qooqeenoo inay amar qaataan oo ilaahay ay ka amar qaataan oo ilaahay adeecaan bay diideen fa akhadad waxaa qabatay hum iyaga asaaciqatu cadaab baa qabtay marka qayladii jibriil uu ku qayliyey cadaab baa ku dhex jiray ee qaylo keligeeda ma aysan ahayn fa akhadad waxaa qabatay hum iyaga asaaciqatu jacdii baa qabatay cadaabka hadiya qayladii wahum iyagana yanduruuna ay fiirinayaan ba cadaabka markuu ku degayo mid midna uu dilayo way arkayeen fama istadaacuu may karin min qiyaamin marka kan uu baktinaayo ee la dilaayo hadday awood heli karaan way carari lahayn way carari kari waaye fama istadaacuu maaysan karino min qiyaamin ma ayna karin istaag walaa qucuudin walaa muxuu ahaaye rujuuc ila alwara walal ila alamaam way kari waayeen wamaa kaanuu muntasiriina kuwa gargaarsadana ma aysan ahaanino cid kale u gargaartana waa la waayey waayo allihii u gargaari lahaa waa ka ay ku gacan saydheen wa ahlaknaa qowma nuuxin nuux qoladiisaan halaagnay min qablu hadda ka hor innahum iyagu kaanuu waxay aadeen qowman dad faasiqiina daacada rabbi ka baxay wasamaa samadii banaynaa waan dhisnuu yidhi eebbe ha oo samadii biaydin quwo iyo awood iyo xoog baan ku dhisnay wa innaa annaga eebbaana la muusicuuna kuwa awooddoodu ay waasac tahayoo samada ballaadhiyey baanu nahay wal arda dhulkiina farashnaaha waan gogolay oo waxaanu ka dhigay sidii gogol oo kale fa nicma waxaa nicmo badnaaday almaahiduuna kuwa goglay kuwa wax goglayaa nicmo lahaaday almakhsuusu bilmadxi huwa allahu wey waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wa min kulli shayin wax kasta idaylkiina khalaqnaa waan abuurnay zawjayni laba sinfi baanu ka abuurnay wax labiya wax dhadig lacallakum tadakkaruuna inaad waansantaan darteeda yaanu abuurnay ee fafiruu carara ilallahi eebba xaggiisa u carara innii aniga lakum idinka minhu min allah nadiirun mid idinka digayaana xaggiisa mubiinun oo digmadiisu caddahay walaa tajcaluu ha yeelina maca allahi eebba la jirkiisa ilaahan ilaah macbuud ha yeelina aakhara oo kale innii aniga lakum idinka minhu min allah nadiirun baan ahay mid digaya mubiinun oo digmadiisu caddahay wuxuu yidhi illah subxaana wa tacaala samadii baan dhisnay xoog iyo quwo iyo awood alleen ahan ku dhisnay wataa meeshaa ku taaran ee intaas oo kun oo sano meeshaa iska taagan ee waxba iska bedelaynin wa awoodeeba subxaanahu wa tacaala biaydin biquwa baanu ku dhisnay awoodna waxaanu u leenahay inaanu sidaa u waasicinay haddaba allah cirkaa dhisay ee saa u waasiciyey miyaan dad dhintay soo celin karin miyaanse addoonka maaragtay muxuu ahaay uusan la xisaabtamayn waa la xisaabtamaya dhulkiina waa la fidiyey gogol baa laga dhigay haddaad rabta waa ku seexanaysaa haddaad rabta waa ku soconaysaa haddaad rabta waxbaad ku dhisanaysaa haddaad rabta beer baad ka dhiganaysaa haddaad rabta bar xoolaad baad ku dhaqaalaysanaysaa wax luma jar haddaba cid wax gogasho waxa u nicmo badan alla subxaana wa tacaala wax kasta oo wax gogla waxa u nicmo badan gogasha eebbe subxaanahu wa tacaala adduunka hadday tahay iyo hadday aakhara tahay labadaba ilaahay gogashiisaa nicmo badan oo yidhi ilaah wax kastaba laba shay baanu ka dhignay wax kasta cir iyo dhul habeen iyo maalin bad iyo bannaan wax lab iyo wax dhadig wax lab iyo wax dhadig iftiin iyo mugdi macaan iyo kharaar udgoon iyo qudhmoon wahaluma jar waa tiro badan tahay wax walbaba laba shay wey ilaa culammada qaarkood xataa ay soo geliyeen oy dhaheen
ستيمرك نفتي سوى على بقيبود واحد مثل لبيه مثل الدقبوله بالكان ستيمرك هذا افتيم عياه ساسوله وحول البابا وحد الدقيو وحل بيليهن مرك واحد كليه وإلهي وكليه سبحانه وتعالى إن أدوان سنتان أدو واحد جرتان أدو عدودان ساس إله وقط لجلي وركع عررة حق إله الله عررة إله حق يسجرتا بدباد الجرتا احفظ الله يحفظك هذا الحق يبو عرت إله سقك حفظنا يا سقك بدبادنا يا الدنيا آخرة سقى أكتي سلقو بدبادية سقى أكتي سأي تعالى نعمة إذا الكذور ننكي دي إلى عاصينا عقاب أكتي سياله إلهي سبحانه وتعالى وحيري وروح إذن كدقيا حق إيب عذاب عقاب كل الله إذن كدقيا ألا لجركي سهيالينا معبود كلا هيالينا إني لكم منه نذير مبين ورألا إذن كدقيا عقاب كيسة هسمينينا أرنت السيادة ساس مارت محمها ينبي عليه الصلاة والسلام الله فاري والسماء عركي بنيناها وان دسني بأيد حوق يقوى نكو دسني وإنا نجبانا لموسعون وحنو نهي كودلك عركي واسعنا يا وبلاريبانو نهي أود ديذنا له والأرض للكين فرشناها وان قوغلي فنعمة وحن نعمة بدنا هذه الماهدون كوة قوغلا وحن نعمة بدنا الله سبحانه وتعالى فنعمة وحن نعمة هذه الماهدون كوي جوجل يوحو نعمة بضنا الله الله سبحانه ومن كل شيء وحك استدمانتي خلقنا وانا بورني زوجين لبن نوع نكابورني وحلا بي وحدة ديك لما شيء اسكسه الجيدة لعلكم تذكرون إن دوان سنتان درت هذا مركز وحا أغاتان ففروا وروا عرارة إلى الله بحق يسوا عرارة استقع عذابك يعقابك استقع بدبادين كره استغى أكتي سن حريص يرضى أكتي ستهاي إني أنا قال لكم إذنك منه من عقاب الله نذير بانه مدقى مبين ودق مدي سعدهاي ولا تجعلوا هيالينا مع الله يبل جرك سإلها إله آخر أكل هيالينا إني أنا قال لكم إذنك منه من عقاب الله أما منه من عند الله نذير كدقى يا رهاي حق يبان كدقى يا مبين ودق مدي سنعي عدهاي كذلك سدى صوكالي أمبو الأمر أمر كي هذي وما أتى الذين كوي أيسن وإيمان من قبل كو كوري من رسول رسول ما إيمان إلا قالوا وحي كيرهن ساحر وفلفلو أو مجنون أما سوى والي سيدي كوري أذيك كوليهين ومجنون وساحر وبينالي وكاهن وشاعر سيدي كوليهين أمبا كوي مارت الحماية أديك كاهو الرئي مجرمين تأهانا رسول شوض مركي ويما دي سأم بيدي هجرين وإنكي سومرنا النبي الله موسى وتولى بالرقنه وقال ساحرنا ومجنونني إن لقو يري سيداس إن لقو يري كذلك سيدا أمبو الأمر وعمر كو هذا حاجة عصب ما دي لقو يري ومارت ووالن يهي أما وصاحرة دي لقو يري وعصب ما محايا لي ما أتى الذين كوي وما إيمان من قبلهم أهل مكة كوري من رسول رسول وما إيمان إلا قالوا وحيرهن ساحر وفلفلو أو مجنون أما سوى والي قال تعالى بوحير أتواسوا به مئة صدر دار من أهل تنيضة قلوا البرسول كوذ مركو إيمادو وحيد جرى وفلفلو أما وحيد جرى ووالي هاي مركا إريغن يأرهدن مئة صدر دار من وحير أب بل هم يوحي صدر دارمين اسكدهي قوم ضدوهي ضاقورة او حد الهي كقد بيوهي مرقا وحا كل مسي وقلوا البسيدنا اي رسول كي لو صدري اولي اضحي وحاوهي حد الهي بكقد بي سهديمه بي كتلاب صدين مرقا سيسكو من نغدينو تشابهت قلوبهم بيرلا قلب قوذي با اسو وضع اكاذي قالوا نوا اسكو فكرت واسكو هدف واسكو مارت محوهي اركتوهي مؤمنين ترى وإسكو أركتي وإسكو مارت مبدأ ويان التواسو مدر دارمين به بهذه المقالة أراد صاحرنا ومجنون تبا يصدر دارمين قال تعالى بوحويري بل وحي صدر دارمين اسكدائي هم إياقوا قوم ددوي طاغون حد إليك التلاب صدي إيه فتولى
جيتال يير رسولك عنهم حقه ذا كجيتو سورد ومكي ونبي قد قال لما فرن إنه نبي مقوني لما فرن فتولى جيتال يير رسولك عنهم حقه ذا كجيتو فما أنت أذيك متهيدو بملوم مثل أنا أنت متهيدي أنا مضان أذوق أمان إيه الشرف إيه هم بلياد مضان تهي فتولى عنهم حقه ذا كجيتو فما أنت أذيك متهيدو بملوم مثل أنا أنت متهيد أرنتاس لكن وحلقة دوني يا وحي تاي وذكر واني فإن الذكرى وانا ذا يا تنفع وانفع عيسى المؤمنين مؤمنين تكري وانا ذا انفع ذا واني وذكر واني فإن الذكرى وانا ذا ضمان واني او وحشك او رسالة جارسين بلغ فإن الذكرى وانا ذي تنفع وحي واحترس المؤمنين كوي الرميي وما خلقت الجن جن ما أبور بير له والإنس إنس ما أبور وبشر إلا ليعبدوني إن يعبدان كليان وأبوري الله سبحانه وتعالى وحكى له ما أبور ليعبدوني ليعرفوني ليوحدوني إن أني كل يعبدان ما أريد دوني ما يو منهم إنس يجني كمرضوا من رزق أني إن يدوني سيا ولا من أنفسهم ولا من غيرهم كما ربه وما أريد مدوني أن يطعموني أن يقوديان قوديا أما يوس قوديا أما عدك لين قوديا كما ربه محادعي إن الله إباء هو يسوى الرزاق الله دوني بحيا ذو القوة أود صاحبة المتين أو الدرم لبا فإن للذين وحي ظلموا قردر سلي بالكفر والمعاصي ذنوبا بيليهن أسقا نصيب إليهن ومثل ذنوب أصحابهم كي يكهرهي نصيب كي أدوية أي كل هايين هذا النعمة هيد يهدي النقمة هيد لبضبا كسي إليهن آخر سوماها كي هرهي عذاب كي عقاب كي إليهن بيكون إليهن فلا يستعجلون يسند دجسن عقاب كي عذاب كي إلهي فويل العذاب درنبا أسوغن للذين وحي كفروا حق الديدي وقالوا بي من يومهم من يومهم يوم كوضا حقي سوء قسوه الذي يوم كو يعدون الله يبوها وهو يوم القيامة قاسيوه يان ما انت قيامة ما أريد دوني ما يو منهم من الجن والإنس كمرهبو من رزق دوني إن إيهو مارت بيلك أي إيهو حوق قوضا كلسو بحان أما أنيقا إبيلان أما عدك لأي بيلان كمرهبو وما أريد مدون يو أن يطعموني أني قاين يقوديان أما نفطه ذا قوديان أما عدك لقوديان كمرهبو محال لقربا عبادة لقربا إني إله كلي سعابدان وك رسولك عليه الصلاة والسلام لقويري وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك إن الله إباه ويسوى الرزاق الله دونك بحياء ذو القوة أود صاحبة المطين أدرا فإن للذين وحي ظلموا قردر سدي وحا أسغن وقال لما إيو معسية معنققنيو ذنوبا بيليهن وذان ومثل ذنوب أصحابهم كوي كهريي وذامه ديوكال يعني دافتي الدنيا ذا لقسيه طول إقبال لقسيني هذي دبا هذي هذي دافا هذي آخرنا وحي كليهن يعني مارت وحي كواسي أي لهايين عذاب عقاب علي إلهي بيقن ليهن ذنوب توذانت اللي له ذا لكن هذا نصيب الله وضع فإن للذين كوي وحا أسغن ظلموا قردر سدي ذنوب النصيب أسغنه مثل ذنوب أصحابهم أصحاب توذي كهرية قال لماذا أقول صاحب كها يمعسي ذا نصيب كوذي وكلي ليهن فلا يستعجلوني يسي وحب عذاب كدد جسنين فويل العذاب درنبا أسغن للذين وحي كفروا قالوا بي من يومهم ما ننتوذوا أسغن يهي الذي يومكو يوعدون الله يبوها يوم القيامة والله أعلم.